أهلا بكم. الثعابين دخلت في كل التراث، دخلت في القصص، في الحكايات، في الأساطير، في الخرافات، في الحكم وفي الأمثال. الأمثال هي اللي حنتكلم عنها. الأمثال عبارات بتوصل رسائل معينة، بمجرد ما نسمع الكلام نعرف إيش الهدف من المثل. الثعابين كان لها دور كبير في الأمثال، دخلت في الأمثال بشكل كبير جدا، مو بس في عالمنا العربي، في العالم كله، في كل دولة لها الأمثال الخاصة بها، حتى في أمثال متعارف عليها على مستوى العالم. في كل دولة أمثال خاصة حسب البيئة اللي الناس بتعيشها، حسب مفاهيم الناس. في الحجاز في المملكة العربية السعودية بيقولوا الساكت ثم ناكت، وبيقولوا افتكرنا الثعبان ونسينا العقارب والفيران، وبيقولوا حية من تحت تبن. في المغرب بيقولوا دير النية وانعس مع الحية. في الجزائر بيقولوا إلا لدغته الأفعى من ظل الحبل يفزع. في العراق بيقولوا إلا تلدغ من الثعبان بيخاف من مسحاله. في سوريا بيقولوا جنب العقرب لا تقرب، جنب الحية فروش ونام. وبيشبهوا لسان المرأة إنه زي الحية بسبع شطلات. وعكس الحكاية هذه بيقولوا لسانها بيطلع الحية من وكرها، من حلاوة لسان المرأة. في مصر بيقولوا فلان زي الثعبان قرصته والقبر، وبيقولوا لابد زي الثعبان. هذه أمثال منتشرة في عالمنا العربي، الهدف منها زي ما قلت يوصلوا رسالة لأي واحد يسمع الكلام هذا. في العالم في أمثال كثير جدا. في اليابان مثلا بيقولوا خذ ثعبان عشان تعرف كيف تفكر الثعابين الأخرى، وبيقولوا مهما كبرت الحية ما حتلسع أمها. في أوروبا بيقولوا إذا تبغى تصير تنين عليك التهام الكثير من الأفاعي، واللي يمشي في طريق مفروش بالأفاعي ما حيلاقي إلا اللدغ. وبيقولوا الحية تبدل الحليب سم، وبيقولوا الحية مهما غيرت جلدها بتبقى حية، وما في حاجة اسمها حية صغيرة، في حاجة اسمها حية. هذه بعض الأمثال المنتشرة في عالمنا العربي وفي العالم. اللي يهمنا من الموضوع انه نعرف انه الأمثال اتكلمت عن الثعابين، اخذت بعض الصفات حطتها على البشر، لكن هل المعلومات هذه، الصفات هذه صحيحة؟ هل فعلا الكلام ده موجود في الثعابين؟ هل الكلام اللي أخذوه حقيقة موجود في الثعابين؟ خلونا ناخذ مثل من الأمثال. فلان زي الثعبان قرصته والقبر. أتكلمنا وقلنا إنه الثعابين 3000 نوع، السام منها 1000 نوع فقط اللي تقتل الإنسان، عددها قليل جدا. لو طبقنا المعلومة هذه على المثل هذا حنلاقي إنه المثل غلط. ممكن الثعبان يكون سام، ليش قلنا فلان زي الثعبان قرصته والقبر؟ كده في تعميم، التعميم في أي موضوع غلط. قبل لا ناخذ أي معلومة ونخزنها في عقولنا،
نفكر فيها لو لحظات، هل المعلومة دي صح أو غلط؟ وما بتكلم فقط على الثعابين، بتكلم على أي موضوع، لأنه اللي بنخزنه في دماغنا هو اللي بنشتغل عليه في حياتنا، وممكن في يوم من الأيام نحتاج للمعلومات هذه. فلو كانت المعلومات اللي مخزنة في عقولنا غلط، حنتعامل غلط. أتمنى إنه نوقف ونفكر ونتأمل ونشوف إيش الصح ونخزنه. تحياتي أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.